ايه ايه يا محمود، لا الحين ما شرف، لا الحين. ايه زين زين، ما حد سأل عني في المكتب؟ كويس. اخبار التلكس اللي من هونج كونج؟ ما وصل. زين يلا، خلاص خلاص عاد، مع السلامة. زين يا منيرة، لازم اروح الحين المكتب انا، وإذا جابوا مسامح قولي له إني انتظرت واجد هنا وجبت معي البريد ولا جعد، وفهمي الموضوع ذا. زين؟ وليش ما تنتظره أنت وتفهمه بنفسك؟ لا يا منيرة، عشان ما أثير الشك لازم أروح لدوامي، وبعدين لازم يعرف هو إنه يترتب على عدم توقيع على البريد قبل الساعة 12 خسارة 4 مناقصات كبيرة، خسارة لا تعوض. وشن هي فائدتك من الموضوع؟ شلون فايدتي؟ فائدتي يا طويلة العمر إن راح ترسل المناقصات كلها على مؤسسة الإخلاص والوفاء بحقوق الناس، المؤسسة المنافسة للشركة بالأسعار الوحيدة. وهذا كلام كذي يعني ولا حقيقة؟ نيرة، أخوك أبو علي طير شلوى، يعرف شلون يستغل ذكائه. عاد هذا بالنسبة للعمل، وباقي الشغل عليك. يعني تبيني أبين لأني أنا سعيدة بسفر لندن مع بنته وأتمنى له الخير؟ طبعا، وفهميه إن عشان ما تتكرر خسارة مثل هاليوم لازم يفوض المدير الإداري للشركة بالتوقيع عنه مدة غياب على الأقل. ذيك الساعة لما يرجع من لندن لكل حادث سالفة. بس هذه لعبة خطرة يا حسين، منيرة، خطرة عليك أنت. يا منيرة، تصرفي قانوني ولا علي إخبار. أهم أنا من رأيي إنك ما تتسرع. منيرة، أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. وين حسين يا محمود؟ والله طالع من الساعة 9 ولا بعد عود لها الحين. زين، وين دفتر توقيع المعاملات؟ دفتر توقيع المعاملات برضه أخذوا معاه البيت سعادتكم. طيب، جيب لي ملف الأراضي. أبشر، تبي الأرض اللي نبني عليها معمل الصابون؟ لا، ملف الأراضي ومشروع الفلل. حاضر. الو، مسيك بالخير. من ذا اللي حسي؟ اي، الشركه الوطنيه مساهمه. اي، عطني المدير من فضلك. لا، انا مدير مثله. اي، انا مدير شركه المقاولين. اي، المقاولين الفنيين. اي، الو ابو عبد الله. يلا حي ابو عبد الله. مسيك بالخير، وشلونك؟ وكيف الامور؟ ان شاء الله على ما يرام. الحمد لله. اقول يا ابو عبد الله، اي تذكر الارض حقت مشروع الفلل؟ اي تراها سيمت مني. اي نعم. لا، المتر ب950 ريال. لا، انا ودي ابيع عليك يا ابو عبد الله. اي نعم، بس ب960 يا رجال. الله يهديك، طع شوري وانا ابن اخيك. اي توكل على الله، تراها ارض مبروكه يا ابو عبد الله. خلاص، اجل تراها جاتك البيعه. اي باشر الصبح ان شاء الله تعال، وجب معك دفتر الشيكات. لا، عندي هنية بالمكتب. اي تشرب الشاهي ان شاء الله، ونكتب عقد البيع. خلاص زين، مع السلامة يا ابو عبد الله، مع السلامة. بسم
بالخير يا عمي. وينك فيه الله يطول عمرك؟ جلست في البيت احتريك 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 ما شفتك جيت ويا دوبي طلعت يا طول العمر. كان عندي شوي شغل بالمكتب، قلت اجي بدري يا نجزه وامشي. وين مشروع المناقصات يا طول العمر؟ خلاص الحين ما يمدينا. وين الحين الساعه 12 ونص، ما ظنيت يسلمون منا يا طول العمر. معليش خيرها بغيرها يا حسين، بس تصدق يا عمي مشروعاتنا كانت مضمونه 100% لان اسعارنا اقل الاسعار. حسين سم يا طول العمر، جرب مني اشوف. سم، انت المدير الاداري بالشركه ولك نسبه من الارباح صح؟ هذا من فضل الله ثم فضلك خيرك يا طويل العمر. اي لكنك انت موظف بشركتين انت سوا. لا يا طويل العمر مستحيل، لا يمتكن. انا لقيت ملف فيه نفس المناقصات اللي حنا داخلين فيها. بس هذه النسخه حقتنا يا طويل العمر. لكن العرض والملف خاص بمؤسسه الاخلاص والوفاء بحقوق الناس. الحقيقة صحيح صحيح، أنا زارني مدير مؤسسة الإخلاص والوفاء بحقوق الناس وطلب منا إحنا يعني نتفق معاه في مناقصات وشركات ويعني حاجات زي كذا يا طويل العمر، وعطاني هذا الملف عشان يوريني أسعارهم ويثبت على حسن نيتي يا طويل العمر. وطبعا أنت رفضت ها؟ لا يا طويل العمر، أنا لا رفضت ولا وافقت، وقلت له إن هذا الموضوع من اختصاص سعادتكم وعطيته مهلة للساعة 11، بس لا جاء ولا أنا شفت سعادتك يا طويل العمر. وهو ترك لك الملف هذا علشان توريني إياه ما هو بكذا؟ بالضبط يا طويل العمر بالضبط. بس العجيب يا وليدي إن أسعارهم مثل أسعارنا. لا يا طويل العمر ما هو عجيب. عجيب كيف؟ لأنه يا طويل العمر هم عندهم لجنة من الخبراء والمهندسين مثل اللي عندنا، لا يخسون مو مثل اللي عندنا، اللي عندنا أحسن. بعدين يا طويل العمر هذه أرقام منطقية ما فيها شيء. عندك حق. تفضل أبيك أبيك بموضوع مهم. تفضل. أوه. حاضر طال عمرك. سام خير إن شاء الله. يتنازل بجزء من أموال البنت هيا. تتنازل عن جزء الأموال لهيا؟ إيه نعم. فيها شيء؟ ميب هيا بنتي؟ من اللي غيرها في هالدنيا؟ هيا بنتي بنتي علشان يرضى زوجها عن تصرفاتك؟ أنا ما يهمني إلا بنتي هيا وبس. أنت بأي حق تتصرف التصرف؟ وأنا ولدك شايف بأي حق وتسأليني بعد يا منير؟ والله عجيب عجيب يا منيرة، أنا بتبرع بنصف أموالي أنا، يعني حلالي أنا ما هو حلالك أنت، حلالي أنا. وأنا
أنا يا أبو مسامح، أنا ماني زوجتك. لا، هذا حرام، حرام، هذا ظلم، ظلم، ظلم. أنا ما أقبلك، ما أقبل. اسمع، لازم تقبلينا، لازم تقبلينا، لازم تقبلينا. لا لا لا، ما أقبل، ما أقبل. بس أنا بروحي، ما يهمني، ما عندي أحد. فجر تزوج علي ويرميني. لا لا، حرام، حرام، حرام عليكم. ميرا، ميرا، إذا تزوجت أبو مسامح راح تودعين الفقر بدون رجعة. وأنا يا معانيت، ويا ما تعبت، ويا ما تبهذلت. بصراحة خلاص، خلاص، أنا لازم أعيش في هالثروة، لازم أعيش في هالنعيم. سمعي يا منيرة، إحنا قدامنا فرصة واحدة، ولازم نستغل هالفرصة هذه. إذا ضاعت منا خلاص، ما لها رجع مرة ثانية. منيرة، فكر باللي أقول لك إياه وطيع عيشوري. تلاش بتكسبين يا منيرة. حسين مستعد يبيعني بقرشين. أنا لازم أحافظ على تصرفي مع زوجي. هذا زوجي، بولدي. الحين ما فارق بنته، هو حر، هذه بنته. ألو، ألو، ولا يهمك يا عمي، آمر أنت بس. منيرة هذه خلها علي، أنا كسر راسها، ولا يهمك بس. لا يا حسين، الدنيا وأنا أبوك تفاهم، وأنا شخصياً ما عندي أغلى من منيرة أحد، لكن حيا بنتي بعد. صح طال عمرك، صح، مضبوط، كلام سليم فعلا، بنتك ولها عليك حق. أما منيرة يا طويل العمر اتركها، اتركها علي. صار أرضيها بالقوة، بالمروة، بالحق، بالباطل، أنا أرضيها. الحقيقة يا حسين، أنا أحيانا أجامل منيرة على حساب أعصابي وعلى حساب صحتي وسمعتي وإرادتي أنا، لكن وش أسوي؟ منطر. وأنت عارف موضوع العيال بالنسبة لي موضوع الحقيقة شاغل بالي، يأكل ويشرب معي في كل مناسبة. وأنا في الحقيقة يا حسين ما ودي أجرح شعورها وهي حامل. مظبوط عمرك، صح فعلا، وإحنا لازم نعالج الأمر بحكمة. أنا فرحتي ما تقدر، ما تقدر بثمن، لأن منيرة حامل، هذا من طرف،
ومن طرف ثاني بنتي هيا ووضعها شاغل بالي بالحيل وقلقان عليها. ولا يهمك يا طويل العمر، بس انت آمر، تدلل، تغلى، اللي تبيه يصير. ايه اقول الله يقدم اللي فيه خير وبس. سرقنا الوقت وحنا نحسي. الحين تلقى منيرة مسكينة قلبها يرفس علي، شغل بالها، هبطيت عليها وانا ما رحت للدار. يلا 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 الهمام قوم تغدى سوا. الله يسلمك يا طويل العمر، معليش انا عندي شوية معاملات وشوية مسائل كذا ودي اخلصها. ايه اجل على هواك، مع السلامة. مع السلامة يا عم سامح، مع السلامة. مع السلامة. الله مشاكل. أنا ما قلت لك خذ الملف هذا وشله وحطه في مكانه وعطيتك المفتاح عشان الصندوق؟ طال عمرك أنا أصلي نسيت طال عمرك. شو اللي جالس هنا بالله عليك؟ عشان أقول لك على شيء وتروح تنساه؟ أرجوك يعني اسمح لي طال عمرك المرة دي، لا تحسني الله يرضى عليك، المرة الثانية إن شاء الله ما أنسى إن شاء الله. أنا إن شاء الله هرسى من راتبك آخر الشهر 5 أيام، وإذا تكرر أمر هذا النسيان ما أدري يمكن أنسى راتبك كل أبوه، عاد ما أدري ما تتذكر. براحتي، أنا أبو علي. يلا مع السلامة. يلا فارق. ألو. تفضل تذاكر السفر للندن. تذاكر السفر؟ من جابها يا منير؟ احسان اخوي جابها اليوم الصبح لما طلعت الشركه، واتمنى لك من كل قلبي سفر سعيد. أنت زعلتي يا منيرة لأني بقدم خدمة بسيطة لبنتي هيا؟ وليش أزعل؟ وأنا أسفة لأن اعترضت على الموضوع بالبداية. يعني خلاص صافية لبن؟ إيه صافية لبن، لكن يا أبو مسامح إذا رحت المطار أنا رايحة بيت أخوي حسين. ها وليش تروحين البيت أخوت حسين؟ خلي أخوت حسين هو اللي يجي عند تفيده. يعني أنا إن شاء الله ما نبي مطول عليكم. عاد تطول ولا ما تطول هذا شيء راجع لك أنت بروحك. لأني إذا رحت بيت أخوي حسين ما هني راجع مرة ثانية. هذه أخرتها معت يا منيرة؟ نسيت الأيام الحلوة اللي قضيناها مع بعض؟ نسيتي يا منير؟ لا ما نسيت ولا يمكن أنسى، لكن بما أنك تجاهلتني ونسيتني وصارت هيا وأهل زوجها هم المهمين عندك وأنا يا أبو مسامح صرت ما في داعي. يا منيرة خلي عندك عقل، تبري عقلت. قلت لك هذه بنتي وهذاك رجلها، وأنا ما أقدر أتخلى عن واحد فيهم. إيه الحين عرفوا إنك أبوهم، يوم صار عندهم مشروع صرنا عزيزين على قلوبهم، قاموا يخترعون القصص ويتمارضون علشان يلفون نص ثروتك. كذي يا أبو مسامح وأنا زوجتك يا العزيزة على قلبك تسوي فيني كذي؟ تهيني وتجرح كرامتي؟ لا وبعد تسافر وتقطني. بعض المرات يا منيرة شعور الإنسان
يتبدل وتتبدل معها حسيسة وتملكه الأنانية وما عاد يشوف طرف خشمه. تصوري يا منيرة لو عندك في البيت قطوة وعاشت معك ربع هالمدة اللي عاشتها بنتي في هالبيت، كان يصعب عليك تتركينها، يصعب عليك تتركينها بهالسهولة وهالبساطة. كذا تقولين عنها يا كذا تقابلين الخير بالشر والإحسان بالجحود؟ لا يا منيرة، لا، أنا أحبك وأحب بنتي منيرة، أحب بنتي هيا، أنت وهيا لا يمكن واحد يخليني أكره واحد منكم، لا يمكن أي قوة في العالم تخليني أنسى منيرة ولا أنسى هيا. حمد افتح يا شيخه. اهلا حمد، ادخل. خير ان شاء الله، ايش فيك ناخذ طق على الباب؟ وين مفتاحك؟ وراك ما انت فوق. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ثانيا ايه، مفتاحي نسيته في السياره وصكيت عليه. ثالثا وهو الاهم، انا جوعان وابغى اكل. ان شاء الله. رابعا قولي لي ايش اخبار الجو العام عندنا في البيت جوا؟ يعني في صياح، في بكا، في ان ابدا يا اخوي، البارحه كانوا يتكلمون بغرفتهم لكن في هدوء. انا اموت في الهدوء. على فكره نوره، انا ابغاك في مواضيع خاصه شوي يعني، ومن موطي وانا وزيح انت. وش هالموضوع؟ يعني موضوع خطبه وزواج وما شابه ذلك. يعني انت تبي تتزوج؟ انا اتزوج؟ لا يا اخيتي، انت اللي تبغى تتزوجين. انا؟ اقعد يا حسين، ترى توختني. قول ايش اتفقت عليه مع ابو مسامح؟ ابدا، اتفقت معه انك مهما حاولت من محاولات لا يمكن ان يتخلى عن بنته، وانه ندمان ليش انه خلف وعده معها، وهو الحين جالس يحاول انه يصلح الموقف. ليش؟ لانه خايف على هي يصير لها شيء. بس وطبعا حضرتك قلت لك راح تكسر راسي وتفهمه، ونافقت على حسابي في سبيل مصلحتك. استغفر الله العظيم، ايش هالثقه هذه يا ربي؟ ان بعض الظن اثم يا منيره. نيره انا حسين طير شلوه حبيبك، وانت عارفتني عاده وحبي لك، وعشان كذا يا شيخه منيره عندي فكره تخليك في مركزك القديم. وشن هي الفكره؟ اولا وقبل كل شيء، رحت للدكتوره وسالتها اذا كانت بتايد سفرك بالطياره هالمسافه الطويله ذي ولا لا، خاصه وانت حامل. قالت لا. سيد يا ربي ما في ثقة، والله تحطيم يبا. هذا التليفون، اتأكدي واستفسري. ها تفضلي. بس خلاص، بس أنا الحين ما يهمني إلا الولد وأكثر من نفسي. خوش الحين بديت تعقلين، وأنا من رأيي يا طويلة العمر أنك تروحين تبادرين زوجك بالموافقة على جلوسك هني لين يرجع، وتباركين روحته مع بنته هيا، وبكذا تكسبين وده. بس أنا خايفة يا حسين من السفرة هذه، لأنه بيحتك في بنته زيادة عن اللزوم. ولا تنسى أني أنا قسيت على هيا وايد، وخليت أبوها ما يشارك في المشروع. يا منيرة لا تصيرين قبلة يا منيرة، ومسامح هذا يهم الولد أكثر منك ومن هيا بعد. وأنا بعد يهمني مصيره وايد، ومصير مستقبله بعد. نيرة، وبالنسبة لموضوع
تبرع بجزء من ثروته لبنته هيا تركيه علي، وإن شاء الله الحل يجيك بإذن الله. شلون؟ شلون؟ أبو مسامح قال إنه بيتبرع بجزء من ثروته لبنته هيا، صح؟ صح. ولا يحق لها التصرف بهذه الثروة إلا بعد الوفاة، صح؟ صح. وبكرة، بكرة لما يجيه الولد إن شاء الله راح يترك هيا والولد للميراث الشرعي، صح؟ يلا روحي ضبط الشاي المنعنع لأخوك أبو علي، وفكري باللي قلت لك يا زين. يلا روحي. إيه الله يوفق يا الله. بس تعال أنت، وين نصيبك الحين أبو علي؟ ها؟ لا هو طير شلوة بعد. وع يا أخي ألف مرة بقولك يا ما في داعي أنه يكون محرج، والمسألة هذه انتهت في حينها، وأنا ترى ما أعلم من أرائها. وإذا قلت لك يا صالح أني أنا ما قلت الماجد عن وجهة نظرك في هالموضوع. طيب ليه يا أخوي أحمد ليه ما قلت له؟ ما كان رأي واضح في طلبه؟ يا حبيبي والله العظيم رأيك كان واضح وصريح وكل شيء، بس يعني المواضيع اللي زي هذه ما تنوخذ كذا، يبغى لها تروي ودراسة عشان واحد بعدين ما يندم إذا أعطى فيها رأي. يا أخي أنا ما لقيت وقت أفكر في أمور بيتي الخاصة، تبغاني أفكر في موضوع ماجد؟ وبعدين ترى ما عاد أبغى نقاش يا حمد، ما عاد أبغى نقاش. ماجد مرفوض شكلا وموضوعا. ماجد مرفوض شكلا وموضوعا؟ وليه يا أخي؟ أقول لك المواضيع اللي زي هذه ما في أحد يجاوب عليها بالسرعة ذي، يبغالك تتروى شوي وتدرس الموضوع وتفكر فيه. لا 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 ثم لا، لا دراسة ولا تروي. ماجد غير كفو نوره وبس. وإذا قلت لك إن ماجد كفو نوره ونص، مع احترامي لك. زين زين، ليش جاي تاخذ رأيي؟ راح زوج أختك، ليش تاخذ رأيي؟ يا صالح، ماجد شاب ممتاز وأحواله المادية طيبة، وبعدين لا تنسى عندهم بيت وعندهم أرض وعندهم عقارات وعندهم بس. سمعت الكلام هذا 1500 مرة، ما عاد أبغى أسمع زيادة. وهذا ما يقدم في الموضوع ولا يأخر شيء، افهمها يا أخي. أنا متصور إن الكلام تقوله غلط ذا كله، لأن يا أخي زي ما قلت لك الله يخليك فكر شوي في الموضوع. أنا ماني متصور إن في إنسان محايد ممكن يرفض واحد مثل ماجد. يا أخي ومن قال لك إنه أنا محايدة؟ أنا منحاز الحاجة أعتز فيها. بس يا صالح يعني هذا ظلم يا أخوي. ظلم؟ برأيك إن ظلم، لأن ماجد زميل دراستك وزميل غربتك، بس أنا أرفضه. صالح أرجوك لا تتكلم على ماجد ولا تغلط في حق أحد، وبعدين لا تنسى أنك رجل أعمال وجدير بك أنك تحترم آراء غيرك. يا أخوي يا حمد، يا أخوي يا حمد، أنا أقبل آراء غيري إذا كانت منطقية ومعقولة. عجيب والله، يعني كل رأي خالف رأيك يا صالح يصير ما هو منطقي وما هو معقول؟ إذن يا أخوي المسألة ما هي مسألة آراء على كذا. شوف يا حمد بلاش فلسفة، إن كانك صادق في كلامك هذا فهذا ولد خالتنا عبد الله، رجل أعمال ومن الطراز الأول، وطلب مني نوره. وافقت؟ طبعا وافقت، بس على شرط. شرط انه يمول مشروعك، ها؟ اقطع، عيب عليك الكلام هذا. على شرط ان نوره توافق عليه. واذا قلت لك اني سالت نوره على هالموضوع وقالت لي انها ما تبغى عبد الله ولا تبغى خلقته، وانها بالنسبه لماجد موافقه، وش تقول؟ يا حمد انت لازم تفهم واحد شيء، تفهم ان مسؤولية نورة مسؤوليتي انا كأب وكأخ، ولا يمكن بحال من الاحوال افرط مستقبلها
لنزوة طارئة. اسمحني أقول لك أبو صلوح أن الظاهر أعصابك تعبانة شوي، والموضوع هذا يبغى له وقت غير الوقت هذا. على كل حال أشوفك بالبيت أنا أحسن. مع السلامة. مع السلامة. خذ يا هيا، أنا ونبوت قررت وعطيتك جزء من مالي تتصرفين فيه على كيفك، وهالجزء هذا خاص فيك أنت ولا له دعوة بالميراث. بعد عمر طويل يبا ويخليك لي سالم غانم، بس أنا ما بمنك شيء الحين. لو صالح عرف الموضوع راح يشيل الدنيا كلها وراح يعقد لي حياتي. أهلا أهلا أهلا، مساك الله بالخير يا خال. هلا. تحب أجيب لك الغداء؟ هو وقت غدا ولا وقت عشاء هالحين؟ والله احنا ما نشوفك لا بالغدا ولا بالعشاء. المهم أجيب لك العشاء؟ لا، وما في داعي لتعليقاتك السخيفة هذه. وش اللي أزعجك من جوابها يا وليدي يا صالح؟ أنا ما نمت شايف إن مبرر للإنزعاج. يعني ما أنت بتسمعها تعلق تعليقات سخيفة بمناسبة بغير مناسبة؟ غريب غريب إنك عشت معها طول هالمدة الطويلة وما بعد فهمت نفسيتها. إلا أنا فهمت وعرفت نفسيتها زين، وعلشان كذا قصدت بهالمناسبة انك تحرجها وتنغص عليها. حسب ظني انكم كنتوا تتكلمون عني قبل حضوري. نعم، ظنك في محله، وانا استغرب كيف رجال مثلك مثقف وطول وعرض ويعامل زوجته هالمعاملة السيئة. الحقيقة يا صالح هذه كانت مفاجأة لي ما كنت أتوقعها منك أو أسمعها منك. أرجوك يبا ما في داعي لهالكلام، أرجوك. أي معاملة تقصد؟ أنت دائم الدوم معها بطقاق ومطاقق لأتفه الأسباب، ودائما دائما توصفها بأبشع الصفات. يا وليدي يا وليدي ترى هذا ما هو بحق، احترم الناس علشان يحترمونك. انت في مركز ابوي، ارجوك تقدر الموقف ولا تضطرني ارد عليك. وين العاطف وين الحنان اللي كنت توعدني فيه انك تبي تسعد فيه هيا وتخليها تعيش احسن من عيشتها في بيت ابوها؟ على هونك يا خال على هونك. ومن هو اللي قال لك انها كانت عايشة في بيت ابوها احسن مما هي تعيشها هالحين؟ يعني ما تدري وشلون كانت عايشة في بيت ابوها؟ تقصد قبل وفاة امها ولا عقبها؟ وش معنى هالغمز واللمز يا صالح؟ أنا أعتقد زين إنك تدرك اللي نقصده يا خال، وله من المعقول إنك تتجاهل معاملتك لها قبل زواجي وبعده. وعلى أي حال مهما أنا عاملتها هو أرحم من معاملتك لها. عجيب والله، وأنت بأي حق بأي حق تكلم معي بهاللهجة؟
نفس الحق اللي يخليك تتكلم معي بهاللهجة هذه وتحاسبني. ولا تعتقد ان الفارق المادي بيننا يعطيك حق اكثر مني؟ اسمع يا صالح، انت رجال ان لسانك طويل ويبيله قص. الله يسامحك يا خال، انما انا رجل محترم عند كلمتي وعند موعدي، مهم مثلك. انا عارف ان وش هي الدوافع اللي خلتك تقول هالكلام، لكن اسمع يا سويله يا اخوي، اذا مكتوب بعقد زواجك من بنتي بصك مكتوب علي اني لازم اساعدك واساعد مشاريعك واعطيك اموال من اموالي واموالي الخاصه، فابرز هصك يا وليدي، ولا انك تقعد تتفلسف علي وعلى بنتي. لا، هذا مو بحق واجب طقاق اني طقك يا اخوي، انا حر بمالي. وانا اعرف هذا زين وادرك التمام وادري انك حر بمالك، بس الشيء اللي ما بعد عرفته وشلون انسان محترم مثلك يعطي وعد الصبح وينقطع عقب الظهر؟ ممكن تفسر لي هالموقف؟ لا، وانا ما انا بمجبور افسر لك اموري الخاصه. اسمع يا وليدي يا صالح، ترى لسانك طال علي وعلى بنتي، وهذا مو بحق ولا هو بواجب. انا كلمتك بنفس الصراحه اللي انت كلمتني فيها، ولا تقعد تهددني ببنتك وتهددني بنفسك، وانا قلت هالصراحة وما في خروج عن الذوق المعقول، وهذه بنتك وهي حرة تسوي اللي هي تبيه. بنتي عقب هالكلام اللي سمعته منك ما لها قعود عندك بهالدار، سمعت؟ يبا ارجوك خليني هني، انا ما ابي ازيد متاعبك يبا، ما ابي. لا يا بنيتي، ما تزيدين متاعبي، انت عقب هالكلام اللي سمعته من صالح ما لك قعود بهالدار. يبا انا احترمتك واجد يا صالح، لكن الظاهر انك ما تحترم الاخرين. اسمعي يا بنتي، انا خلاص قررت ما لزق عود بهالدار. اسمعي، انت حره في تقرير مصيرك يا هيا، افهميها.